هذه الزلابيه ديال النجاة، نتمنى من الله تجربوها وتعجبكم، ورمضان كريم وكنحماق عليكم، وما تبخلوش علينا بلايك باش توصلوا باي جديد. خليكم معايا دائما نحماق عليكم. بنات هذه الزلابيه بسيطه لذيذه بنينه، ما كتفتح ما والو، جربوها، المقادير زوين زوينين البنات. كنتو كتشوفوا كتسمعوا بين ما زعما راه دايره خير مشى. متنساوش تجربوها وتوصلوا باي جديد البنات. شكلها تجي من الداخل. انا درت لها شويه ديال اللوز مهرمش، درت هاد النص هذا صغير، وهادو درتهم طوال البنات. بنات السلام عليكم، اش اخباركم؟ كي دايرين جميعا؟ مرحبا بالبنات عندي في القناه جداد، مرحبا بالجزائر والدول العربيه كاملين. البنات كنتمنى من الله تكونوا تفهموا اللغه ديالي لان المغربيه شويه ثقيله. البنات كما كتشوفوا قدامي بغينا نديروا زلابيه ديال البنان. كما كتشوفوا قدامي جوج د الكيسان ديال الدقيق، قد الكيسان قد الماء، وجوج د الكيسان ديال الماء، وجوج د الكيسان الدقيق، ونص كاس د الزيت. انا كندير الزيت البلدي، وثلاثه ديال العواشق البنات ديال السميد، ودرت ليهم نص كاس د الماء. كنطلب من الله فهمتوني يا البنات. وعندي ماء الزهر، ماء الزهر زوينه البنات، راه تيجيبها دايره مقرمشه وكيجيبها زوينه، لان درتها من اول ما كانش عندي القناه البنات، جاتني زعما ما شاء الله. دقيقه البنات غادي نحيدو عليا. اللي غادي ندير هنا باش غادي يطيب ليا ان شاء الله، غادي ندير الماء، الماء ديالي. هانتوما جوج كيسان ونص، وغادي ندير البنات الزيت، الزيت نص كاس البنات، وعاشقه هاد العسل، العسل داكشي اللي عندكم. انا عاد تنفضل حيت عندي هذا حر، داكشي اللي عندكم. وغادي ندير البنات، وكسمحوا لي كنقيس التليفون غيجيكم، وغندير البنات ما زهر، ما زهر راه كيقصح العجينه، شتي الا درتو في الشباكيه ولا شي حاجه، وكيعطي فيه واحد الريحه واعره يا سلام. المهم غندير هاد الماء تيطبخ تيولي يغلي، وعاد نخلط نرمي فيه الدقيق، ونبقى نخلط بفرشيطه ديال الخشب ان شاء الله، عاشقه الخشب. او معايا ما تشوفي البنات، هو دابا كيغلى، ثم كتشوفوا حيدتهم فوق البوطه باقي كيغلى. باش غادي نسبق فيه الدقيق ديال البنات، هنا دجا ثلاثه ديال العواشق عابرين ديال السميد، غنسبقهم هما الاولين مع التخلاط باش ما يبقاش، ما تخموش تقولوا غيدير لكم دوك الحبيبات ولا شي حاجه، لان مع التخلاط غير باش نرمي كاع الدقيق ديالي ونبدا عليه ان شاء الله بالتخلاط. صافي قد ما تتخلطي قد ما هو كيقصح، ومن بعد غادي نخدم البنات باليد. حق الجبل حطيت في يدي البنات راه مشكله، خاصه يزرب وركيجي البنات. اش غنقول لكم، اش ما كاين احلى ما كاين، انتما كتشوفوا ولا كيتجمع. انا قلت لكم انا بليد دابا، البنات حركتو مزيان مزيان، باقي سخونه البنات، ثم كتشوفوا يدي غيت يا مامي، ثم كتشوفوا العجين ديالو. باش الاحسن كندير بهذه البنات، دارني في يديا. صافي دابا هو موجود، غنمشي ندير نعمر بيه ونصايبو ان شاء الله. خليكم معايا يا ساره، خاصكم الفرصه فهادي باش تبقاو تعمروا ان شاء الله. خليكم معايا دابا غادي يجيني سخون، باش غادي يا بليد كتحكمي فيه مزيان البنات. دابا شويه ملي برد ليا باش غندخل فيه هاد المقادير مزيان. انا دائما هكايا تاع من اول درتها ما كيتفتح ما والو البنات، مع هاد السمين وهذا هاد المقادير كاع اللي عطيتهم لكم راه ما غاديش يتفتح البنات. ها شوف صافي دابا دخلت فيه مزيان، انا راه خاصني نعاودو مزيان. صافي البنات دابا انا غادي نوجدو معكم البنات. هانتوما كتشوفو كيفاش كنديرو لهاد الكويرات هادو، هنايا فين كنخدمو كاع الفرصة ديالنا. صافي البنات كنديرو ليهم الكويرة، عندكم داك ديال البوستة ديال الصاك حسن، كيما شتو عندي غير هذا
عندي الاخرى اللي ما لقيتهاش البنات كتسال. وهنا هنايا البنات خلينا ندير لكم وحده باش تبان لكم قدامكم تتشوفوا العبار اللي بغيتو. من الاحسن ما ديروهاش تقلاج زعما دغيا، الا بغيتو هكا صغار كما كنديرو، ما انا بغيتو ديرهم شويه طوال. مهم تقادو وحده مع وحده. باش يجيوكم قادين ونمشينا على هذه القاعده باش ينشفوا ليا ما ترميهمش ديك الساعه يتقلاو. توجدوا كل شيء وتبدا يتقلي من الاول اللي درتي، بحال انا درت هذا الاولين غنبدا منهم ان شاء الله. خليكم معايا راه كتجي زوينه زوينه، راه تلعبوا بها باي طريقه زعما. كنقطع بالموس، خليكم معايا حتى الاخير البنات. نتوما ملي سخنات ليا الزيت بسم الله خليتهم تنشفوا. دائما العجينه تخليوها تنشف ديال الشباكيه البنات، راه ما كتفتحش بهذيك السميد. صافي وجدت العسل، العسل اللي صايبت معاكم ان شاء الله نخليها تقلى، وان شاء الله ملي تحمر نديرها في العسل كما العاده. هاد الزلابيه راه كتجي بنينه، خاصني نقص عليها باش ما تديرش لينا من باش ما تحمرش لينا من برا وتبقى من الداخل، باش يجينا العجين كله طيب. انتما كتشوفوا فيها ما تفتحش البنات، راه ما تخافوش هذاك السميد راه تيشدها كما كتشوفوا فيها، راه تيشد هذاك السميد مزيان مزيان مزيان، ما تخافوش عليها غادي تفتح ولا شي حاجه، غير ترخيو البوطه باش تجيكم طيبه من الداخل ان شاء الله ومن برا. العسل غنديرها في هذاك العسل اللي صايبت ديك المره معكم، انت تجي مقرمشه ان شاء الله، وبقاو معايا حتى الاخيره البنات. انا غنوريكم دابا غير غنطول عليكم شويه الفيديو كامل باش تشوفوا بعينيكم فين راه ما كتحلش، فين راه كتجي بنينه. هانتوما البنات هادي غنهزها وغنديرها في العسل اللي كنت درت معاكم ديك المره، العسل هو هذا نخليها فيه وغادي نصفيها ان شاء الله. انا غنهزها دابا وغنصفيها هنايا، صافي انا غنكمل الطريقه بقاو معايا حتى الاخير البنات. هذه هي الزلابيه ديالنا اللي درت، انا درت فوقها شويه ديال اللوز مهرمش. ما تبخلونيش علينا بجامو لايك باش توصلوا باي جديد، الله يعطيكم الخير وعواشركم مباركه. وهادو درتهم البنات صغار، درت جوج ديال الانواع، درت صغير ودرت وهادو درتهم طوال ان شاء الله. وانتم جربوا داكشي اللي بغيتو وصحتكم وراحتكم، تستاهلوا كل خير.